طيب انا عايز اقول برضو معلومة مهمة، المستشار مرتضى منصور تواصل معه الشيخ بدر الحقير. الشيخ بدر الحقير قرر من خلال المستشار مرتضى منصور ان يعطي هدية لبعثة نادي الزمالك ولاعيبته وجهازه الفني، هيتوجهوا من القطر بعد المباراة على طول الدوحة الى الاراضي السعودية الطاهرة عشان يعملوا عمرة في مكة بإذن الله، ويرجعوا بعد كده على مصر إن شاء الله من السعودية. ودي هدية من الشيخ بدر الحقير للمستشار مرتضى منصور والنادي الزمالك والبعثة نادي الزمالك. فشكرا جزيلا للشيخ بدر الحقير، واحد برضو من الجماهير العربية الزملكاوية، وشكرا للمستشار مرتضى منصور على يعني تواصله وعلى الهدية الجميلة دي. ما فيش أجمل من كده، يعني ما الواحد يروح يعمل عمرة بعد الماتش، أكيد مفيش طبعا. أجمل من كده، يعني حاجة جميلة جدا، وبتعمل يعني حاجة كده بتنظف النفسية كده، وبترجع الواحد، يعني الواحد يخش الكعبة بعد المباراة دي في بداية موسم، يعني بيأمل في حياة أفضل، في يعني بيدعي ربنا من قلبه، يعني حاجة جميلة، يعني إن شاء الله ربنا يكتبها لأي واحد بيسمعنا إن شاء الله بإذن الله.